في نشرة تويتر اليوم، ما زالت الهاشتاجات التي تتعلق بالعدوان على غزة تشغل تويتر العربي ولو مع تراجع بسيط، ليحل مكانها العديد من الهاشتاجات الاجتماعية بشكل رئيسي. ولكن ما كان لافتا هو النشاط الكبير لهاشتاج جديد باسم سفارة مصر في مسقط، الذي يدعو إلى التظاهر أمام السفارة المصرية في العاصمة العمانية. ولكن الغريب أنه رغم نشاطه فهو لم يدرج نهائيا في قائمة الترندز العمانية، ولم يسجل فيه حضور عماني بأسماء حقيقية إلا نادراً جداً. ومع بعض التدقيق يتبين أن المكان الأنشط بالنسبة لهذا الهاشتاج هو العاصمة القطرية، ومع التدقيق أكثر في الحسابات المشاركة يتبين أنها حسابات على طريقة من كل واد عصا، معظمها بلا عناوين حقيقية وبلا هويات واضحة، وكأنها من حسابات حول العالم، ما عدا القليل جداً من الأسماء الصريحة كمدير تحرير صحيفة العرب القطرية عبدالله العذبة، الذي دعا بشكل واضح للمشاركة في هذا التحرك المزعوم، وامتلأ حسابه بإعادة التغريد بالعشرات من المشاركات في هذا الهاشتاج. والوجه الثاني مثلاً هو ناصر الخليفة، سفير قطر السابق في أمريكا، الذي استخدم صورة لابد أن تحصد الكثير من التأييد من قبل كل من يناصر غزة، وهي صورة الطبيب النرويجي العائد من غزة ليرفقها بالهاشتاج المذكور دون ذكر أي كلمة. هذا بالإضافة إلى نشاط لافت لحسابات إخوانية وأخرى داعشية. لذا فالسؤال البديهي، لو كانت هذه الدعوة عمانية بحق، لماذا لم تظهر في الترندز العماني في حين سجلت نشاطاً عالياً من قطر؟ ولماذا على قطر أن تحرض على تظاهرة من على أرض عمان؟ ألا يذكر ذلك بمحاولتها السابقة باللعب على مصطلح ساحل عمان التاريخي، الذي يحيل مباشرة إلى التاريخ النضالي الكبير للإماراتيين والعمانيين وأهل الخليج ضد الأطماع الفارسية والهولندية والبرتغالية والبريطانية، غير أن حملة قطرية بقيادة عبدالله العذبة ومنذ أشهر قزمت هذا المصطلح وشوهته، جاعلة هذا المصطلح التاريخي الذي يعتز به الإماراتيون وأهل عمان وكل أهل الخليج مصطلحاً تقسيمياً على قياس قطر، لجعله يعني حذف الإمارات وحدها وضمها لسلطنة عمان. وتلك كانت محاولة استنكرها العمانيون قبل الإماراتيين. واليوم على ما يبدو تعود قطر لتلعب اللعبة نفسها، موحية بأنها تملك قرار عمان، محرضة على تظاهرة فيها في واحدة من ألاعيبها الإعلامية الكثيرة هذه الأيام، مستغلة اسم فلسطين وجراح غزة.